تلقى وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. حديث اليوم ما أنت حديث كان كهل لين وحوقيها إذن فضل صلاة الضحى حقيقة إله سبحانه وتعالى وحبه نقول نعم يستي وحكم إذا سنن كان أركيسان فإذا بدنا ليهين حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث قدسي وحقص أررت النبي عليه الصلاة والسلام وإلهي كسوري إنه يري حديث لهايا أدونك هدي عماشي سلفيري وحلفيرنا يا ناقص كنغضان سنن كي سلفيرنا يا مركا سنن كأو النبي عليه الصلاة والسلام آت وقدر دار محاكمة صلاة الضحى. ولذلك حديث كي ما مسلم وعلي النبي عليه الصلاة والسلام يصبح كل سلامي من أحدكم أن حبن كستو إذن كمت كنيقمد صبح ذي وابري سنيسا وحجري وهذا على كل سلامي حبين كسو حبنين كمذا صبح كسو وابري أو وابريستو وحقو واجب صدقوا صدق لنا قبحيو مرك صدق بقول إلا إحنا حب نضوى بن آدم هذه صدق بقول إلا إحنا حب نضوى أمان كستو أد هل بان أما توم بيك بحس ما نكستو صدق بقول بان أما صدق بقول أن صدم بان عد صدقين كرتم الله صار دردد حديث كم حليه مرك أن حبن كسو وابريستو إذن كان يمذا حديث مسلم النبي عليه الصلاة والسلام صدق يا كواجب تعالى قربه صدق الله سمرك حوليها فكل تصبيحة صدقة سبحان الله كسأتي صدقك تحبناها صدقتها ولذلك أذكرت إن البضيء فإذا لذا كمتها وحول وكل تحميدة صدقة وكل حوليها تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وحكست وأمر بالمعروف صدقة نبقى رب نوتري ذاتك وناك فراي وحر صدقوي الله أكبر إنا تلا صدقوي لا إله إلا الله إنا تلا صدقوي أذكار تصدن لكن ما لنكسو حلقة ذاتك إني أذكار تاس مركي شقاد القجران إني ميل آذيان إني سميكر أذكار تاس حسوس كريم حيال أمورة الدنيا ذا أي ذاتك أي مشغول سي لكن وحور نبقى عليه الصلاة والسلام ويجزي من ذلك هذه الصبح كسا سوقعين التسبيح سكرين والتكبير سكرين والتحميد سكرين ودتك وح كريب كرين أما دتك وناك أفرك كرين نحمد كريب كرين وحير وتجزي كل ذلك وحصل حقدوي ركعتان يركعها في الضحى لا بقفك الركعة ولذلك صلاة الضحى وحأوي ركعة ركعة إلا بيتمنع علماء الشيكان إلا سديد نوصدوي أفر لك وص أو ناكس أفر ركعنا تكتد أما لا بركعة تكتد أما سديد أتكتد وحوي وحن له ركروي ولذلك حديث كأبي هريرة وحليه النبي عليه الصلاة والسلام أيو كهذا يا حديث كبخاري مسلم كوجن متفق عليها أوصاني خليلي وذلك يقدر دار مي النبي عليه الصلاة والسلام أن سدح الشيء قصاله يقدر دار مي لا أدعهن سدح عرنا ولا يدع في النبي تصور النبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة أتق ويا أبي هريرة وحن كأقدر دار مي سدح عرنا ولا يدع في كوم حيته وحوري صوم ثلاثة أيام من كل شهر بالكست وعود أيام البيت كواي معنا صدحي تومك أفرد تومك كصوم ووحن لهلك المعاد وهذا الصنة كنا صوموي وححكم حي وعود وصلاة الضحى تتبنى مك صلاة الضحى مركها شق هذا أدي شق أنت أتحفيز كقول نبرك أعتكو أم أفرك أعتكو صلاة الضحى وحن لهلك رماء حبناها قد لن أي صدق كطه إك بحني صبح كست مركا ذاتك صلاة الضحى ذا قيمة هذا ما قرناه وجب أبي هريرة وعيري النبي ذا يقدر دار عليه السلام ولقينا مجوجن وليه محاكم ذا يقوم تقوم على الوتر إيه صلاة الوتر صلاة الوتر كان ذاتك ما قرناه هل ركعة ويكلي أم سدح ركعتك أنت صحوي مركع عشاء تكتت هل ركعة قط أدي صلاة الليل وسوق عيسن دب وليه هذا كبقي سنة صلاة الليل كأوسوق عين هرمرسو وتر كاس صلاة مركز تهكتي أم هل ركديك أم سدح كديك أم شن كديك أم تضرب كديك أنت صحيح هاي نبغى إلى دردام إذا حديث كاس نفضل جار أيول ليه سدوا كله حديث إمام تروي ترمي سوري وشيخ ألباني وصحيح يا جرا وأصلاً هذا إن حديث قصة وله يا ابن آدم ابن آدم وابن آدم وحوله اركع لي من أول النهار
أربع ركعات ولذلك أفر ركعة في عنا لهنا دوك هذا وعور أفر صبحي هورا مركات صلاة الضحى وقت قال أفر ركعة إيتوك أول نهار ما لند أنت ظهر يسوي محادعي وحويري مركاسنا أن أفرك عليه سبحانه وتعالى هذا وتكتيد محادعة حديثك عليه أكفك آخرة ما أنت آخر كذا أنا إلاف أنا ككفالة قاضي معنى أمورها قلنا إليه وتوسنا حدات صبحي أف هراء صبحي أنت سقيت هراء وضحضة حد الأفرك عيت وكتيد حديثك الترمذي سوري شقلبان وسحي إذن إليه وعقوبة القاضي ما أنت أنت دمنا إذن إنه أساك كفالة قاضي وإليه وحقوق كفالة قاضي وحد وين يسمعها سنو كذا ولذلك أفرت ركع قالوا عليهم وهدين وكهذا وصلاة الإشراق الضحضة وإسلجرا قالوا عليه صلاة الفجر ك يحوي سنة الفجر أفرقع لكن قول كراجع حوي إن صلاة الضحى أيتها حديث كلا وإمام ابن قزيمة أصوص على صيغة وشيق ألبان حسن كذا جاي وعليه نبي عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وعند هذا أنا تنين صلاة الضحى مركز لازمة ومركز أن تكون جوقتك لكتا وأنين أوابا إلهي سبحانه تتك أوابين تودتك إلهي ونقط بضن وإلهي سبحانه وتعالى وأمانه حديث قال ترمذي أساقنا والشيخ أساقنا نفسي حسن قال لي وعلي يا نبي عليه الصلاة والسلام من صلى الغداة جماعة لنك صلاة الصبح جماعة كنت كذا ثم قعد يذكر الله مركز فريسته وإلهي حصوصته حتى تطلع الشمس إلا يقرح لك الصبح إلهي وحصوصته ثم صلى ركعتين وكان أما ضحى له أما شراق الواسقم لا بركعة تكون معنا صلاة الفجر تكوتي خورك ما سيحنين وتكوتي ومركعة تكوتي تكذب أيا وحسو بيساء كتاب أخرصه حتى علماء أذيه علماء قارك وعين هذا علماء وشغلت معنا عبالة كنترتا علمية قراء ضد ديارسي قراء انت مركعة إشراق قارتي أيا وحس ما يسي لا بركعة تكوتي نينك ساس ما يوري كانت له وحيوهاتك كأجر حجة أسوي حجي ولا متح أجر حجك قاضي وحسن الماء إلهي سبحانه وتعالى كبر إلهنا قد يكون حقه مركز لازمة وصنة كاسوك لازمة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به.